أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع رؤى النهاردة حلقتنا هتكون مميزة زي باقي الحلقات ومعانا النهاردة دكتور من أشطر دكاترة اسكندرية ودكاترة العالم هنقول كان معانا في حلقه سابقه كنا بنتكلم عن ازاي نخلي ضحكتنا جميله وازاي نوصل لقلوب الناس من خلال ضحكتنا باي شكل بقى من الاشكال من خلال ان احنا نعمل غرس اسنان لو في اسنان مش موجوده او ان احنا نركب تركيبات او ان احنا نعمل تقويم وحلقتنا النهارده هتكون عن التقويم ان احنا نصلح شكل اسناننا لو في عندنا اي اسنان معوجه اسنان راكبه فوق بعض عندنا ضحكه لسويه اللي هي بيبقى باين فيها لسه بشكل كبير احيانا في في بنات او اشخاص بيبقوا مكسوفين من شكل ضحكتهم ان هم احنا احنا ما بنضحك سناننا مش بتبان بس لوحدها ده لستنا كمان كلها بتبان او انا عندي سناني معوجه سناني بتخش في بعض حروفي مش بتطلع مظبوطه وانا بتكلم كل ده بنعالجه من خلال تقويم الاسنان اللي هيكلمنا عنه النهارده الدكتور شادي نجم صاحب عيادات نجم للاسنان اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيكي يا رؤى وشكرا ليكي وان شاء الله تبقى حلقه بتاعت النهارده كويسه ان شاء الله زي الحلقه بتاعت اللي فاتت يعني. حضرتك شرفتنا الحلقه اللي فاتت ووعدناك ان هيكون في حلقات ثانيه واحنا وفينا بوعدنا. <applause> شكرا ليك ربنا هنتكلم النهارده يا النهار دكتور عن التقويم. ايه هي يعني ايه تقويم؟ بصي انا بس قبل ما نتكلم نقطه التقويم دي انا هقول لك بس تصليح معين عن مصطلح الناس بتقوله أتفضل. الناس كلها بتحلم بحاجه اسمها هوليود سمايل كل واحد يقول لك انا عاوز اعمل هوليود سمايل يعني ايه هوليود سمايل هي المصطلح ده جه لان الممثلين بتوع هوليود دايما اسنانهم حلوه فجه المصطلح بقى انا عاوز اعمل هوليود سمايل انا عاوز اعمل تبقى اسناني زي زي اسنان ممثلين آه هوليود هو في الحقيقه ان دي مش حاجه بتتعمل في العياده يعني مفيش حاجه في الكتب كده اسمها هوليود سمايل هي دي احنا ازاي نوصل باسناننا ان تبقى زي اسنان الممثلين بتوع هوليود ممكن واحد يبقى اسنانه قدام مسوسه ومكسره تتحشى ويبقى شكلها جميل بقت هوليود واحد سنونه صفرة آه، عمل تبييض بقت هوليود، واحد سنونه معوجة وداخلة في بعض فاهماني قعدنا آه، عدلناها بالتقويم وبقت كويسة، بقى كده بقى عنده هوليود سمايل. فانا مثلا بعدل بس نقطة ان هوليود سمايل ان انا ده ده مصطلح مش حاجة طبية تتعمل، مصطلح ان انا عاوز اوصل ليه ان هي اخلي اسناني جميله جدا زي اسنان الممثلين نرجع بقى لنقطه ايه بس هو لو اسنانه ما فيهاش اي مشاكل يعني مش محتاج تقويم ما فيش اسنان داخله في بعض ما فيش ضحكه لثويه أه بيحتاج بس ان هو يعمل تنظيف وتلميع طب مثلا طبيعي. لو اسنانه مثلا فيها صفار شويه او حاجه اه تمام نقطه بقى التقويم يعني ايه تقويم الاسنان تقويم الاسنان يعني احنا بنعدل الاسنان او بنخلي كل سنه في الوضع بتاعها الصحيح يعني الاسنان اللي قدام دول لازم يبقوا متسنترين في النص م. الخط اللي فاصل ما بينهم ما بين السنتين دول يبقى ماشي مع الميد لاين بتاعنا اللي هو في نص الوش اه. في بعض الناس بيبقى جاي لي السنتين دول مترحلين كده م. فاهمين فدي عمرها ما تعدل غير بالتقويم ان انا في مكانها بالتقويم فهي تقويم الاسنان يعني اعدل الاسنان في مكانها سنه راجعه لورا سنه طالعه لفوق سنه مش موجوده خالص بنوسعها مكان ونعمل زرع ليها فالاسنان كلها مرتبطه ببعض يعني زرع الاسنان مرتبطه برضه بالتقويم مم. في ناس اصلا بيبقوا مولودين في اسنان عندهم ما بتطلعش فهميني؟ فاحنا هم كلهم ليهم علاقه ببعض فتقويم الاسنان يعني اعدل الاسنان جنب بعض او رصهم جنب بعض عشان اوصل في الاخر لعدد الاسنان المظبوط وشكل الاسنان اللي هو يخلي ضحكتي زي بقى ايه زي ما نقول زي ضحك بتوع هوليوود يخلي عندنا ضحكه حلوه تدينا ثقه في نفسنا واحنا بنتكلم مع الناس آه طبعا هي ال... يعني الاسنان يعني واحد يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي تخلي الواحد فعلا ثقته مهزوزه الناس كتير هم بيتكلموا تلاقيهم حاطين ايديهم على بقهم يعني شفتها كتير حتى عندي في العياده لما حد بيجي مثلا يكشف ولا حاجه بيقول هو بيتكلم حاطط ايده على بقه بقول له خلاص ما انت جيت العياده عشان نصلح مم. القصه دي ونلغي موضوع ان انت تفضل حاطط ايدك على بقك كان برده عندي حاله من ضمن الحكايه الجايه من امريكا مره بعد كده بقى عندي على الفيسبوك عمل لي يعني ادى على الفيسبوك وبقينا اصحاب وكده ببص على صوره القديمه كلها ما فيش صوره لي كان بيضحك وهو فاتح بقه كل صوره كده امم ما فيش ولا صوره كانت محطوطه بالظبط بعد ما خلصنا بقى علاج لاسنانه كلها وكان عامل بقى تركيباته وعامل شغل فيها كتير ببص بقى على كل الصور بعد كده فعلا بعد ما فيش صوره قفل فيها بقه كل الصور ضحك فيها اقصى ضحك عنده فهي فعلا الاسنان يعني مهمه جدا 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 في الواحد ان يبقى يفضل واثق بنفسه يعني المشاكل اللي بتحصل في الاسنان ان هو مثلا يبقى في سنان راكبه على بعضها او سنان طالعه مش في مكانها او سنان ما طلعتش دي بتبقى سوء استعمال للسنان يعني هو ما اهتمش بسنانه ولا دي ممكن يبقى هو مولود بيها او او مثلا وراثه او كده بصي احنا لو بصينا للنقطه دي هنرجع للحاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت إن هي لازم زيارة الدكتور كل ست شهور حتى للأطفال. مم. ليه؟ لأن ابتداءً من سن صغير أقدر أشوف الحالة دي فعلاً ممكن نلحقها ونتغاضى إن هو يعمل تقويم لما يكبر ولا لأ. لو أنا جالي طفل وهو عنده ست سنين أو سبع سنين وأنا لاحظت في العيادة إن الفك اللي تحت عنده بينمو بشكل أكبر من الفك اللي فوق اللي هو هينتج عنه بعد كده إن سنانه اللي تحت تبقى عاملة كده. هتبقى طالعه لبره شويه عن سنينه اللي فوق فدي ليها حل ومن هو صغير ان انا اقدر اعمل له جهاز بيمسك الدقن كده عشان توقف النمو شويه لغايه لما الفك اللي فوق يحصل النمو ده مم. واحد تاني نمو الفك اللي فوق اقل اللي تحت بينمو بشكل طبيعي لكن اللي فوق هو اللي بطيء شويه بنحط جهاز في سقف البوق بيزق الفك او يزق العظم احنا اللي بنشغله مم. يزق العظم ويكبر حجم الفك شويه ففي حاجات بتتلحق من وانت صغيره طب لو سبناه او الاهل ما خدوش بالهم او ما حدش اهتم بيوصل لمرحله انه لما يكبر لازم يخش تقويم مع عمليه جراحيه الفك لما يبقى بارز قوي بيكسره في العظم عشان يرجع الفك تاني ورا او الفك اللي فوق يكسر في العظم ويطلع الفك اللي فوق فاهماني فانت من سن صغير نقدر نلحق الحاله ان هي تخش في عمليه جراحيه لما تكبر مم. ما بيبقاش تقويم عادي ساعتها بيبقى تقويم مم. مع عمليه جراحيه لأنه بيشيل جزء من الفك. فاحنا مش هنقدر نقول بقى ان احنا ايه ان كل حاجه ليها علاقه بان الحاله مش مهتمه. مم. امتى نقول الحاله مش مهتمه او هو عنده مشكله؟ لو خلع سنه مثلا وهو صغير آه وما عملش حافظ مكان فالسنان ريحت على بعض بقت مالت بقت السنان مش مرصوصه فدي ليها علاقه بايه؟ بان الحاله مكمل. ما اهتمتش. مم. آه ممكن حد تاني يبقى مثلا ورث حجم الاسنان الصغيره من مامته وورث حجم الفك الكبير من باباه فتلاقي ان اسنانه الصغيره في الفك الكبير عامله مسافات. م -م. بالتقويم نقدر نقفل المسافات دي ونرصهم جنب بعض. فهماني؟ طيب. واحد التقويم العكس. زرع يعني لو الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت ورصيتهم جنب بعض وقربتهم ممكن يحتاج زرع للدروس جوه مثلا او حاجه لا لا ولا هي لا؟ هي بقى الفكره لما احنا بنحرك السنان وبنضمهم على بعض وتقفل الفراغات العظم بيقل معاه. <applause> فانت مش محتاجه خلاص وبعدين هو اسنانه كامله يعني ايه اللي خلاني اعمل زرع فوات اسنانه كامله لو واحد عنده اسنان مفقوده اه ممكن نعمل لها آآ 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 زرع والحاجات دي بنشوفها كتير قوي في السنتين اللي هم جنب السنتين الكبار دول اللي هم اللاترال <applause> السنتين اللي في النص الكبار جنبهم الاثنين الصغيرين دول بنشوف حاجات كتيره جدا كونجنت ميسنج بيبقوا هم مولود من غيرهم مش <applause> موجودين فتلاقي السنان دي اصلا عامله فراغ الفلجه بيسموها او الدايستما دي بتلاقي السنان دي مرحله كده وبعد السنتين الكبار دول الانياب <applause> على طول ما فيش بس السنتين الصغيرين فساعتها ايه بنضم السنان دي على بعض نخلي المسافه موجوده بتاعت السنان الصغيره دي ونعمل زرعتين هنا وهنا ونركب عليهم تلبستين للسنان اللي هي ايه الصغيره. بس هرجع لنقطه ثانيه بس كنت بقولها لو واحد ورث حجم اسنان كبيره من بابا اسنان كبيره وحجم فك صغير من مامته بدل ما يحصل مسافات هيحصل ان هم يركبوا على بعض حجم أسنان كبير على على فك صغير على فك صغير الغ... فيركبوا على بعض فاهماني؟ فهي في حاجات ليها علاقه بالوراثه وفي حاجات زي ما قلنا علاقه بعدم في سن اللي معين للتقويم ولا ممكن انا ابدا من سن صغير او يجي مثلا عند سن 25 30 سنه تقول له لا والله ما ينفعش انت تعمل تقويم يعني بيبقى ليه رينج سن معين؟ آه زي ما قلت لك ان من من طفل وهو صغير بنقدر نلحقه ان هو حتى ما يحتاجش للتقويم لا لما خلاص احنا اسناننا اسنانهم باظت واحنا محتاجين تقويم دلوقتي آه سن السن, السن بتاع التقويم بيبقى من كام لكام؟ في حالة بنبتدي فيها من هو 8 سنين 9 سنين لكن يعني لسه اخر حاله كنت يعني كانت في العادة عندنا كان عندها حوالي 49 سنه فما فيش مشكله في السن هي قالت لي خلاص انا الحمد لله عيالي كبروا واتجوزوا وهتم بنفسي بقى ف ما فيش سن من وهو صغير لهو هو كبير اهم حاجه ان حاله الاسنان تسمح بمعنى ايه ان مثلا ما يجيليش عند سن كبير ولا ان الاسنان كلها بتتحرك وبتتلخلع تمام ويجي يقول لي انا عاوز اعمل تقويم لا انت اسنانك اصلا ما بقتش نافعه لاي حاجه مم. يعني ساعتها بقى لو وصلت لمرحله الاخلاع او بقى في جزء كبير من السن باين الجذر باين يعني مش هنفكر في التقويم اصلا انت عندك يعني مشاكل يعني ممكن تانية الاشخاص اللي عندهم سكر ما يعرفوش يعملوا تقويم لاسنانهم احنا اتفقنا ان هي اي اجراء طبي لحد عنده سكر لازم الاول ننزل نسبة السكر اللي عندك عشان نتعامل معاه كانه شخص طبيعي. مشكلة ان السكر اصلا في حالات كثيرة بيأثر على حركة السنان. فأنتِ تخيلي بقى ان التقويم اصلا بيعمل حركة في السنان عشان نحركها. أوه. فواحد اصلا سنانه متحركة فممكن الحالة تزداد سوء. فلازم تبقى الحالة الصحية اصلا كويسة. ايه هي انواع التقويم اللي موجودة؟ آه بص في آه آه تقويم آه شفاف اللي هو بيبقى لونه نفس لون الاسنان. وفي تقويم معدني بيبقى لونه فضي بيبقى ده باين شويه وفي تقويم بيتعمل في الاسنان من ورا الاثنين الاولين دول دول بيبقى السنان باينه انت لو ضحكتي هيبان اه البراكتس موجوده على السنان سواء بقى شفافه او معدن في تقويم بيتعمل على السنان من جوه هو هو يعني هو هو نفس اللي بيتعمل هنا بيتعمل جوه يعني بس مخصوص لايه الاسنان من جوه تكلفته اعلى شويه وفي تقويم بيتلبس متحرك حاجه طول اليوم كده بقى شفافه آه بس دايما بيعدلش او ما بيعالجش غير الحاجات البسيطه واحد مثلا عنده فراغ صغير واحد سنه بس راكبه على سنه فاهميني لكن المشاكل الكبيره او اللي فيها شغل كتير ما تنفعش تعدل غير بالتقويم اللي هو المعدن او التقويم الشفاف طيب الحاجات دي بيبقى ليها حالات معينه يعني في حالات معينه يتركب لها تقويم المعدن حالات معينه يتركب لها تقويم الشفاف ولا ده بتبقى على حسب رغبه المريض ما عايز يبينه او لا اه لا لا هي ما فيش مشكله خالص فيها ك احنا بنخيره ما بين دي او دي لكن زي ما قلت لك ان التقويم اللي بيتلبس اللي بيتلبس ده ده هو ده اللي ليه حالات معينه يعني في ناس تيجي تطلبه لكن هو ما ينفع لهمش احنا على الشاشة هنعرض معنا بعض صور التقويم الحالات اللي حضرتك عالجت أسنانها وهنشوف قد إيه جمال ضحكتهم بقت باينة بس احنا عايزين نعرف الأول إيه هي المدة اللي بنفضل لابسين فيها التقويم أو بيفضل التقويم متركب بص احنا التقويم ممكن حالة تخلص علاج التقويم في ست شهور وممكن حالة تخلص في سنة ممكن حالة تخلص في سنتين كل حالة على حسب الشغل اللي هيتعمل فيها او على حسب صعوبتها يعني واحد عنده مسافات مثلا في سنتين ثلاثه غير واحد عنده مسافات في كل اسنانه غير واحد عنده سنتين بس هم اللي راكبين على بعض فيهم كراودنج غير واحد كل اسنانه راكبه على بعض غير في واحد اصلا عنده اسنان ما طلعتش لسه مدفونه في انياب تبع الناس كده جدا مدفونه النبي بقى مدفون ما طلعش ساعتها ده بنعمل له عمليه جراحيه وهو صغير وبنطلع السنه بالتقويم فهي في حاجات كتير احنا بنقول دايما الحل اللي بتجيلنا بنقول له ان متوسط مده العلاج سنه خلصنا قبلها خلصنا بعدها يبقى احنا ايه بنلعب حوالين السنه بعد التقويم بيتعمل حاجه اسمها مثبت ممكن برضو يقعد حوالي سنه هو كمان فانت نقول مده التقويم بالتثبيت ممكن تقعد لها ما يقرب لسنتين يعني تمام احنا في التقويم بنحتاج ان احنا نخلع اسنان ولا مش مش ضروري يعني دي كل الحالات بتخلع ولا في حالات ممكن ما تخلعش دي نقطه كويسه احنا بعض الحالات اللي بتيجي ممكن نقول له انت حالتك دي لازم يتخلع فيها وده بناء على الاشعه اللي عاملينها الاشعه اللي بتبقى من الجنب بنبقى ليها بعض القياسات وبعض القرايات بتبقى باينه في الاشعه بنحدد عن طريقها هل الحاجة دي محتاج تخلع ولا لا طب امتى ظاهريا كده نقول محتاجين نخلع لو دايما بنلاقي ان الفكين فيهم بروز كده فك اللي فوق بارز لبره وفك اللي تحت بارز لبره ده مش وضع الاسنان الطبيعي احنا دايما بنبقى عاوزين السنان تبقى كده فاهميني فهي لو فيها بروز قوي كده غالبا تبقى الحاله دي حاله خلع عشان نقدر نخلع ونرجع وضع السنان تاني للوضع الطبيعي بتاعها عشان تدي مساحه لاسنان تاني ان هي ترجع بالزبط. لمكانها هي بالظبط الخلع بالظبط هو وظيفته الوحيده ان انا بخلق مساحه اعرف ارجع فيها واعدل فيها وضع الاسنان مظبوط الكلام مظبوط جدا تمام إيه إيه اللي عامل تقويم ده بيبقى فيه ليها اضرار على فكه على على بقه على سنانه او اضرار على جسمه عامه بص هو الضرر الوحيد في تقويم الاسنان ان الحاله اللي يتركب لها تقويم دي ما تكونش حالة مهتمة بصحة أسنانها لأن إحنا واحد جاي لي بسنانه معوجة وعاوز يعدلها عشان عنده ابتسامة حلوة بنركبه تقويم عشان نعدل سنانه بيجي هو بقى طول الفترة دي ما بيغسلش سنانه أكل متراكم بوظ سنانه كلها بعد ما يخلص تقويم هيلاقي كل السنان سوست وكلها محتاجة حشو وعلاج عصب وتركيبات بوظ الدنيا فالحالة اللي ما بتغسلش سنانها أو مش مهتمية بصحة أسنانها دي أصلاً ما منركب لاش تقويم التقويم بيحتاج اهتمام بالسنان اكتر من أكثر العادي طبعا اكتر ليه بقى ليه بقى دلوقتي السنه بتاعتك دلوقتي اصلا كلها ملساء وحاجه واحده مم. انت بتركبي عليها حاجه بقت فيها نتوءات وبقت فيها عالي وحاجات واطيه محتاجه عنايه لازم تقفي قدام المرايه تغسلي اسنانك بتدي وقتك في التنظيف لازم نبص في المرايه كده لقي البراكت اللي راكبه على السنان دي زي ما يوم الدكتور ركبها لي نظيفه بنفس النظافه الناس بتيجي في العياده اللي مش مهتم بتلاقي كميه اكل رهيبه عليها اصل مش عارف اغسل طب اغسل واحده واحده طول المده مضمض كتير ما تسيبش نفسك المده دي كلها ما تغسلش فاهم قصدي يعني احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان ان الطبيعي ان احنا نغسل من 3 ل 5 مرات بتاع التقويم يغسله 10 مرات مثلا اه بالظبط هيغسل اكتر ويغسل مده اطول لان م. انت بقى عندك حاجه عشان محتاجه عنايه اكتر لازم تغسلي في مده اطول تمام دي اهم حاجه يعني الناس لما بتيجي وفي كميه اكل على اسنانهم كتير ومش مهتم انا بقول له شيل بقى ايه السلك بتاع التقويم ده تمام روح الاول اتمرن واغسل سنانك كويس وبعدين بعد اسبوع تاني نيجي نبص على اسنانك ونشوف انت فعلا هنعرف نكمل ولا مش هنعرف نكمل لان في الحقيقه احنا ممكن في الاخر نوصل ان هو اتضر لو هو ما اهتمش بغسيل اسنانه هو ضر نفسه مش 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 يعني اه فرحان بسنانه ترست لكن ضر نفسه لمدى الحياه بقى خلاص احنا هناخد فاصل صغير نتفرج على فيديو ونرجع ماش. لحضرتك تاني جميله كده بتقويم الاسنان في نجم دينتال كلينك ده بجد وايه اللي بيقدموه في العياده في نجم دينتال كلينك عندهم التقويم الشفاف والعادي وبيستخدموا اعلى جوده في الخامات وعندهم كمان دقه في التعقيم بس التقويم اسعاره غاليه لا طبعا في نجم دينتال كلينك خصم 50% وبتقسط طول فتره العلاج بجد ده حلو جدا ممكن تديني التليفون والارقام غير شكل اسنانك في نجم دينتال كلينك واحجز ميعادك معانا على الارقام اللي هتظهر قدامك رجعنا لحضرتك تاني بعد ما اتفرجنا على الفيديو نحب ان نسمع تعليق حضرتك على الفيديو بص يعني الفيديو زي ما انت شايف كان الكلام كله يعني واضح مفيش حاجه فيه خفيه او حاجه مش واضحه غير ان احنا بس عاملين عندنا نقطه في العياده كده احنا يعني عاملين كشف مجاني عاملين كشف مجاني ده ايام معينه لا على طول يعني من ساعه ما, ما تخرجت من الكليه وفتحت عياده انا عامل الموضوع ده مجاني ليه عم كشف مجاني؟ الناس دايما بتبقى خايفه تيجي العياده عشان تكشف يعني ممكن واحد يبقى عنده حاجه بسيطه جدا تمام وخايف يجي عشان كل الناس واخده فكره ان علاج الاسنان غالي فكله بيقول لك انا لسه هروح الدكتور ياخد مني كشف وبعدين يقول لي هتعالج بكذا ومعيش فلوس فاهماني فلما بتيجي الحاله بنكشف عليها بنقول له انت محتاج واحد اثنين ثلاثه بتكلفه كذا ونجزقهم لك على قد كده فاهم قصدي؟ فاحنا عاملين كشف مجاني عشان نسهل على الناس ان هي تقدر تشرفنا وتعرف عندها ايه من غير ما تدفع اي حاجه خالص. احنا كمان عايزين عروض للمشاهدين بتوع البرنامج بتاعنا، يعني حضرتك تحدد مثلا عدد حالات معينه يتم علاجهم مجانا. بص احنا اصلا كده كده احنا عاملين خصم 50% على التقويم وعلى الزراعه وعلى كذا خدمه ثانيه في العياده. اه عاملين خصم 50% لان احنا بنجيب الخامات بتاعتنا من المصنع للعياده. ما بنشتريش الخامات من مصر. م. وبالتالي شايلين هامش ربح التاجر اللي هو في النص حاطط هامش ربح احنا شايلينه فعاملين تخفيض عليها وبرده عشان خاطر البرنامج وعشان خاطر الرؤى هنعمل حالتين تقويم مجانا يعني ممكن يكلمونا على الرقم بتاع العياده اللي هيبقى ظاهر على الشاشه ونعمل هنقول لهم المطلوب اشعه كذا او اشعه كذا اول حالتين هيكلمونا هن هنقدم لهم ان شاء الله الـ يعني العرض مجانا بس برضه عشان يبقى في نقطه واضحه ممكن ناس كتير جدا تكلمنا وممكن تبقى في حالات جايه وحالتها ما تنفعش التقويم فاحنا اللي هيكلمنا هنقول له تعالى نبص عليك الاول كشف الاول ونشوف الحالات اللي فعلا تنفع للتقويم هنقول لهم انتم تم من اختياركم لايه لعمل تقويم الاسنان الحالتين اللي هم اتفقنا معاكم عليه الحقوا بقى بسرعة <applause> الحالتين <تصفيق> نرجع لموضوعنا تاني حضرتك تقدر تقول لنا الأسنان اللي تعمل لها تقويم دي ممكن ترجع تاني لطبيعتها ولا خلاص بمجرد ما بتعمل التقويم وبيتشال وبتعمل التثبيت خلاص أسناننا كده هتفضل زي ما هي لو الحالة ما التزمتش بالتعليمات ممكن يحصل ريلابس تلاقي رجعت شوية لكن هي خلينا نقول نقطة هي عمرها ما ترجع زي ما كانت يعني لو واحد كل أسنانه كانت مفرغه عمرها ما تلاقي فراغ تاني ممكن يحصل بعض المسافات بس دي امتى لو ما التزمش بالتعليمات لان احنا المثبت اللي بنعمله ده بنقول للحاله تعليمات عليه البسه صبح وليل ما عدا وقت الاكل والشرب مم. صبح وليل خارج الكلام كل حاجه ما عدا وقت اكل وشرب لازم على الاقل 18 ساعه في اليوم يبقى لابسه فما قصدي ده مثلا اول ست شهور ده ما بيمنعش مثلا اللي عنده شغله مثلا بيحتاج طريقه كلام معينه او او محتاج ان هو يبقى اسنانه باينه او بيضحك ده ما بيمنعش النطق او الحروف ان هي تطلع غلط يعني لو افترضنا انت تيجي عندك تعملي تقويم تمام فهنعتبر ان وقت الحلقه بتاعك اللي هي النص ساعه او الساعه دي إيه كان وقت اكل او شرب يعني قصدي ان احنا بنقول 18 ساعه في اليوم انت اكيد مش تاكلي في ست ساعات الباقيين <applause> لا 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 18 ساعه في اليوم ما لو قلنا كلنا وشربنا وقعدنا وت... وعندي حلقه في التلفزيون وعندي مقابله مع حد مم. ست ساعات برضو كافيين ان انا اقدر اشيله ست ساعات دي مده كافيه. طيب. آه بعد كده آه ممكن بعد ست شهور بنقول له البسه بالليل بس. مم. يعني برضو على حسب الحاله لازم يجي لي بنشوف ثبات السنان واقول له البسه ايه بقى بالليل بس. التقويم بتتابع كل ست شهور برضو ولا بيبقى آه مده اقل؟ زيادة التقويم غالبا بتبقى شهريه. مم. يعني احنا كل حاله بعد ترك التقويم بتيجي كل شهر واحيانا في وقت معين بنقول لها تعالي كل اسبوعين اما يبقى مثلا بنعمل خطوه مدتها قصيرة <applause> <applause> طيب اللي كلمنا بقى عن الام التقويم ازاي نعالج الالم ده يعني اكيد التقويم هو بيتركب او بعد ما بيتركب بيبقى فيه وجع نتيجه ان هو بيحرك السنان او بيحرك الفك بيعالج الالم ده ازاي بصي هو التقويم نفسه مش مؤلم يعني ما فيش وجع اللي هو حاجه مش هقدر اعيش بسبب الالم اللي هم سببوه. الناس برضه بتخاف من الام الاسنان، الام الاسنان بتوجع. هو البي... التقويم اولا بيتعمل من غير بنك، اما تجيلي حاله تركب تقويم بتركب لها تقويم من غير بنك. بنفتح لها بقها بتشيك ريتراكتور جهاز كده بيفتح الشفايف عن السنين ونبدا نجهز السنين ونركبها. تقريبا تركيب التقويم بياخد من ربع ساعه لنص ساعه. من غير بنك، مفيش الم. لكن نبدا نقول امتى الحاله تبدا تحس بألم؟ لما تبدا في حركه في السنان، بعد ما يروح بقى البيت احنا حاطين سلك على السنان، السلك ده وظيفته ان هو بيبدا يحرك السنان في الاتجاه اللي انا عاوزه. مم. فساعتها الحاله بتبدا تحس بشويه شد او شويه مش عايزين نقول الم لان هو الموضوع يعني مش صعب. يعني هو لو اخذ مسكن ممكن ي... أه الالم يروح وممكن في ناس تستحمل من غير مسكن كمان. بص لو حد متدلع قوي هيقول لك هاخد مسكن، لكن <applause> هو في الطبيعي مش محتاجين ان احنا ناخد مسكن. الموضوع <applause> مش مؤلم ولا متعب. ولا اي حاجه لكن احنا في البدايه بدايه تركيب التقويم عشان لسه في حاجه جديده راكبه على السنين بيحس بحاجه مختلفه اه يعني ممكن الشفه تبقى بتخبط فيها من جوه م -م. فبتعمل بعض التجريح في الشفه من جوه بنقول ساعتها بنكتب له جل او بنقول له يعمل ايه عشان يعدي من النقطه دي اول يومين ثلاثه بس بعد كده خلاص بيبقى هو التقويم صحابي يعني ما بيكونش فيه ال كلمنا بقى عن الابتسامه اللثويه بصي التقويم؟ بصي الابتسامه اللثويه دي يعني واحد لما بيضحك جزء كبير من اللي لسه بيبان احنا المفروض عندنا ملي او 2 ملي بس هم اللي يبانوا مع الضحكه جزء اللي لسه اللي بان فوق السنين ملي او 2 ملي في ناس بتلاقي عندهم مسافه ممكن توصل لسنتي ده بينتج عن ايه بينتج عن كذا حاجه منها وفي واحد بيبقى عندهم اللونج فيس الناس اللي وشهم طويل تمام أو. بيبقى اصلا الفك عندهم طويل لما بيضحك جزء من لسه بيبان سنتي او اكتر من سنتي بالظبط ساعتها في حالات بقى ساعتها لازم نقول ان احنا محتاجين أم... نعمل لها تقويم وفي حالات منهم من لازم يتعمل لها عمليه جراحيه عشان يتقص جزء, جزء من, من العظم لا في في عمليات منها جزء من العظم عشان نقلل الارتفاع شويه مم. وفي حالات بتعمل لها قص في اللسة عشان جزء من السنين جزء من السن اكبر يبان وفي حالات بنعمل فيها حاجه اسمها ليبري بوزيشننج ليبري بوزيشننج يعني بنعدل وضع الشفه بشد الشفه لتحت شويه عشان لما يضحك ما يبانش الجزء بتاع اللي الكبير ده فانت ما نقدرش نقول ان هي تخلص بالتقويم بس لا ممكن يبقى تقويم يخش مع جراحه يخش مع جراحه في اللسة او جراحه في العظم فاهم قصدي فانت حبيب. الموضوع مش مقتصر على التقويم بس ده جزء من منها لكن برضو في حالات ممكن كلها تخلص فعلا بالتقويم بس احنا اتبسطنا بوجود حضرتك معانا للحلقه الثانيه وبنشكر حضرتك جدا على تواجدك معانا وعلى المعلومات اللي احنا استفدناها من حضرتك وهنستنى حضرتك ان شاء الله في حلقات ثانيه كتيره شكرا لحضرتك دكتور شادي انا انا اسعد والله بوجودي معاكم وان شاء الله ممكن يبقى لينا حلقه ثانيه ممكن نتكلم فيها عن طرق التعقيم في العياده إن شاء الله. يعني نتكلم على حاجه بعيدا بقى عن العلاج بقى تقويم او زرع، كان نتكلم على التعقيم وايه اللي المفروض يتعمل عندنا في العياده او الدكتور لازم يعمل ايه. ان شاء الله، اعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا بسرعه يا رب تكونوا استفدتوا معانا من الحلقه والحقوا العرض اللي الدكتور شادي عامله في العياده عنده الحلقتين مجانا للي هيتصلوا وعامل 50% على معظم العلاجات الاسنان. أه، اتبسطت بوجودي معاكم النهارده واتبسطت بوجود دكتور شادى معاكم أه، وهنستناكم في حلقات جايه كتير مع السلامه